أن معلما كان يكتب على السبورة وأنا كنت مدير الثانوية، إلين طالب من الطلاب في الأخير رامين قارورة عليه. أي رمى قارورة، القارورة فيها نصف الماء، سقطت بجواره وهو يكتب، معلم من الدول العربية الغالية. فالطلاب طبعا قاعدين يشوفون، لأن فيه معلم من قبله من أسبوعين رمي عليه القارورة، وش قال المعلم الأول؟ قال من الحيوان اللي أرسلها. الله أكبر. الثاني هذا طبعا مشاكل وانتقل وصارخ ووقف التدريس، طبعا خطأ، معلم محترم أتى يربيك ترمي عليه قارورة؟ لكن من هو اللي فعلها ما ندري إلى الآن. هذا عندما جتها القارورة أخذها يا الربع، ها قال الله يسقيك من الكوثر، والله يا ابني كنت ضميان. يا سلام يا سلام يا سلام. وشربها طال عمرك وحطها في الزباله. يا سلام. وراح يواصل يشرح والطلاب هدوء، وكانت ينظرون وش بيفعل، مع انه من الحازمين. يعني معلم حازم ويدرس فيزياء ذكي وشايب. صاد الموقف لما انتهى من ها هذا حزم حازم، لكن شوف الخطأ كبير، الخطأ اللي وقع كبير. فلما انتهت الحصة قال يا ابنائي أنا أعرف أن اللي أرسل القارورة هذا يبغى يضرب والده، وفي واحد في الدنيا يضرب والده ويرفع رأسه؟ سبحان الله. في أحد يضرب أبوه ويحمله؟ شوف ويحملها كرامة في الحياة. أنا متأكد أن الموقف هذا يا أبنائي سيقتل الذي رماني ذكرياته إذا شابت لحيته مثل ما شابت لحيته. الله أكبر. والله يا أبنائي لن يجتمع مع أبنائه يقص عليهم القصة يقول أنا رميت المعلم يوم. هذه ميه في سجل الخالدين. وبعدين أقول لكم يا أبنائي كلمة أختم بها، يا رب اغفر له، أنا سامحته يا رب فسامحه. الله أكبر. ولا أقبل طالب منكم يخبرني من هو، لأن بعض الطلاب يبيها عند المعلم يد، تراني عارف ان اللي رامي من القاروره ها بتجمل. تراها فلان يتجمل عنده. قال ولا اقبل من احد يخبرني لانه ابني وانا اب، وعشاني اب لازم اسامح ابني. طلع الطلاب كلهم الا طالب، كانت عقب فسحه. اطلع اسمه خالد ما نسيته، ايش فيك اطلع روح. قال انا قام المعلم قال تعال وجا جنب خانقته العبرة يبي يتكلم يبي يعتذر عجز. الطالب اللي رمى القارورة الآن عقيد. الله أكبر. ولا زال استضافه سنة من السنوات وأنا أعرفه، طالبي هذا وهذا زميلي في المدرسة وأنا مدير المدرسة، استضافه للحج على حسابه خالد، وحجده على حسابه وأنكر ما نزله، وكان المعلم كأنه قرة عين بهالموقف. يا سلام. في النهاية جاني العلم عاد ان يجون الوكيل قال دريت واحد اسمه خالد قال فلان رمى، انا عاد يوم قال رمى القارورة كسر طوق من يعني من الاطواق اللي ما يمكن معلم يرمى يهان في المدرسة. طبعا انا قائد تربوي لازم مني بسحب الطالب وبجلسه وابوه وقاعدة السلوك والنظام. فلين المعلم قال بتعمل ايه يا شيخ؟ قلت قال لا يا عم هذا صار حبه اغلى من الفصل، ليت كلهم رموا قوارير يقول.